بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم الوطني من كل عام ننكس الأعلام ونقف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء الإمارات البواسل، لنكرس الأهمية الكبرى لإحياء وتخليد ذكرى يوم الشهيد، اليوم الذي تعبر فيه دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديرها لتضحيات شهدائها ودعمها لأسر الشهداء واعتزازها بالقيادة الرشيدة، مؤكدين أننا لن ننسى تضحياتهم فداء للوطن. وفي هذه المناسبة الوطنية نقدم للأجيال دروسا ومعاني وقيم في حب الوطن والتضحية حتى بالأرواح، من أجل إعلاء رايته وحفظ أمنه واستقراره ليظل شامخا عزيزا. فالشهيد مصدر فخر وإلهام ورمز للبطولة في ميادين العز والشرف. ولنؤكد أننا قادرون بفضل العلي القدير وبفضل حكمة قيادتنا الرشيدة وبفضل التلاحم ووحدة شعب الإمارات وقوة إرادته وعزيمته وشجاعته على أن ندافع عن أرضنا وعن حقوق ونصرة أشقائنا. وأننا في هذا اليوم نرفع أيادينا بالدعاء للعلي القدير أن يتغمد أرواح الشهداء بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويجزيهم عنا كل خير، وأن يكتب الشفاء العاجل لجرحانا، وأن يجعل دولتنا قوية منيعة تقدم للعالم أعظم الدروس في الولاء والانتماء والتضحية للوطن الغالي والقيادة الحكيمة. والسلام عليكم ورحمة الله.